السلام عليكم أعزائي الطلبة، وياكم دكتور كاظم، بكالوريوس طب وجراحة عامة من أكاديمية العطاء الطبية. إن شاء الله راح نبدي شرح أول محاضرة من محاضرات الكورس الثاني لكم، اللي هي بعنوان الجلايكولايسس، تحلل السكر، أو اسمها الثاني كاربوهيدرات ميتابوليزم، عمليات الأيض اللي يصير على الميتابوليزم. وهسه أوضح لكم شنو معنى العناوين ذني. بس قبلها يعني نحب ان شوية نسولف شوية، بما انه انتم خضتوا تجربة الكورس الاول، فرجاء اخوي منكم اريد خلال دراستنا شباب، خلال دراستنا من اول محاضرة الى ان ينتهي هذا الكورس، اي سؤال باي وقت باي جزئية بالمحاضرات اتمنى تراسلوني، اذ قد ما تريدون تسألوا ما اضوج، بالعكس انا افرح، يعني معناها انتو جاي تقرون. هاي مسألة. المسألة الثانية، مثل ما وصيتكم وأرجع أعيد عليكم شباب، الأسئلة ما يجي الأستاذ يفتح الملزمة ويحط لكم أسئلة، نظام الإعدادية انتهى، الكلية فهم، تجي تشوف المحاضرة تفهمها وياي وتحل الامسكيوات اللي أدزها أني، تقرأ يوم بيومه على مود من يجي الامتحان تصير الموضوع مراجع عليك، مو قراية من جديد. الشغلة الثالثة اللي أريدكم تعرفوها، إذ قد ما بيكم من تكملون المنهج تحلون أمسكيوات اللي أدزهاني، أمسكيوات الجامعة أو غيرها. ليش؟ أولا الأمسكيو يعلمك شلون تحل، اثنين الأمسكيو يقوي لغتك أنه تفهم الأسئلة تجيك، ثلاثة الأمسكيو يعرفك المكانات المهمة بالمحاضرة حتى تركز عليهم. أتمنى وأتمنى بنهاية هذا الكورس ما يصير مثل اللي قبله، انه اتفاجأ اغلب الطلبة من اصل 6 محاضرات انا درستهن يقروا لي 1 2 او بالزايد 3. هتشي يعني انت جاي تأذي نفسك، انت اغلبكم يريد يرجع للعراق، اغلبكم يريد ينجح. اعرف مشاكل دكاترة عندهم يعني اسلوب مو حلو، ما اقول يعني غير كلمة، كل ذا نعرفهن. انا قال لكم سابقا انا كنت قبلكم بجامعة طهران وخضت بيها تجربة 3 سنين وشفت الامرين هناك، بس مشكال هذا كله ينتهي ويروح، المهم انتو تنجحون وترجعون للعراق. فبالبداية احب اوضح شيء، راح افتح الشاشة على سلايدين، مخطط والسلايدات ذن القبال، حتى واحنا نقرا نشوف على المخطط، لان الجلايكولايسس تحلل السكر، الجلايكو شباب يعني الجلوكوز السكر، واللايسس معناها تحلل، او يسموها اسمها الثاني المحاضره الكربوهيدرات ميتابوليزم. شوف شباب الكربوهيدرات هي يعني اللي تعرفوها، الكربوهيدرات الكارب يسموها، اللي يعني موجوده بالخبز بالكيك بالتمن باغلب العناصر الموجوده بغذائنا، وهي هاي مصدر الطاقة الأساسي عند الإنسان. ليش؟ لأنه كل أنواع الكربوهيدرات في الأخير راح تجي لهذا الشكل للجلوكوز، لأن بيها أنواع من السكر الكربوهيدرات وأنواع من الأشكال والتركيبات، كلها بعدين من تتفتت لازم تتحول إلى هذا الشكل، حتى إذا تحولت إلى سكريات أخرى بسيطة مثلا تحول على شكل فركتوز، هم بعدين راح يتحول شكله الى شكل اللي يعني مال الجلوكوز او احد تقسيمات الجلوكوز على مود نقدر يستخدم الجسم، لذلك قال الجلايكولايسس. وايضا ذكر السكر لانه هو وقود الانسان، مثل ما انا موضح لكم الوقود للانسان هو السكر، واهم شيء يعطي طاقة للإنسان هو السكر، وأهم عضو بجسمنا يعتمد على السكر هو الدماغ. فراح نبدي نشرح The role of glucose، شنو دور أو فائدة الجلوكوز السكر؟
occupy the central position in metabolism، يعني هو يعتبر المركز أو الدور الأساسي بالميتابوليزم بعمليات الأيض اللي أني شارح لكم إياها. هو السكر، يعني بين قوسين أهم أنواع الغذاء هو السكر، لأن حرفيا بدون الإنسان يصبح فاقد للطاقة نهائيا، وممكن أن يصل إلى الوفاة يعني حتى بوجود عناصر أخرى، لأنه قلت لكم الدماغ هو يعتمد على السكر. إذا فقد السكر إلى فترة محددة، جسمنا إلى آليات تعويضية يستخدم مخزون السكر عده. من ينفذ هذا المخزون؟ يدخل الإنسان بغيبوبة، وهذا راح تشوفوه من تتخرجون بالطوارئ هواي. هاي أتمنى يكون وضحت. Reach potential energy، يقول وهو عالب الطاقة ومصدر الطاقة الأساسي عند الإنسان. Storing glucose as high molecular weight polymers such as starch and glycogen، مثل ما وضحت لكم قلت لكم جسمنا من ما يتناول تحت أي ظرف الإنسان السكريات أو الكربوهيدرات اللي ينتج منها السكر، راح يستخدم الجسم الستورينج جلوكوز مخزون السكر اللي هو عبارة عن جزيئات، شلون ما نقول وزنها يكون كبير نوعا ما ومخزونة على شكل جلايكوجين عند الإنسان، وبعض يعني بعض المخلوقات مثل النباتات على شكل ستارش، لأن النباتات هم كائنات حية، فيخزن السكريات على شكل ستارش نشأ، أما الإنسان يخزنها على شكل جلايكوجين، بحيث من يفقد الإنسان السكريات وما يتناولها بغذائه يبدأ الجلايكوجين يتحطم يطينا جلوكوز عن طريق آليات معينة، ما أعرف ما أخذيها أو راح ناخذها بالأيام الجاية. فالجسم يخزن السكر على شكل جلايكوجين عند الإنسان، وهذا يعتبر مصدر للطاقة. لما الإنسان يحتاج جلوكوز يبدأ يتحطم ويعطينا جلوكوز. الجلوكوز it may be stored as polysaccharide or sucrose، يعني بالغذاء شباب السكر ما موجود بشكل البسيط هذا، لأن السكر عبارة عن simple carbohydrate، عبارة عن كربوهيدرات بسيط جدا. هذا موجود لما يتفتت داخل الجسم الكربوهيدرات، يلا يتفتت إلى جلوكوز وفركتوز ولاكتوز، يمتص ذن السكريات البسيطة. أما البولي سكرايد، بولي شباب كلمة بولي يعني العديد من أو الكثير من، سكرايد معناها سكر، فسكر معقد يعني عده أكثر من 10 جلوكوزات مثلا متحدات مع بعض، يلا نسميهن بولي سكرايز من 10 وفوق. وضحت شلون؟ وأنا وضحت لكم هذا الشيء بالمحاضرة الكربوهيدرات، أعتقد مطيكم إياها أنتم. أور أز سكروز، السكروز شباب هذا سكر ثنائي، هذا سكر ثنائي، يعني يقول لما نتناول الغذاء يا أما يكون الكربوهيدرات عبارة عن سكر معقد مثل البوليسكرايز، أو سكر ثنائي يحتوي على نوعين من السكر، بس بالنتيجة بالميتابوليزم بالهضم راح نكسرهن كلهن إلى الأشكال البسيطة. ليش؟ حتى يقدر الجسم يمتصهن. الجسم يمتص الأشكال البسيطة مثل الجلوكوز، ما يمتص الأشكال الكبيرة والمعقدة، لازم يحطمهن. ثم حطمهن وانتج الجلوكوز منهن. تمام، شنو اللي بعده؟ اوكسيدايز تو 3 كربون كومباوند كول بايروفيت، لما نجاب الجلوكوز الجسم وامتصه، يعني اخذه من الغذاء مالتنا، مثلا تناولنا خبز والخبز عبارة عن بوليسكرايز، عبارة عن كربوهيدرات معقد، لازم بالأمعاء أفتته إلى جلوكوز سكر بسيط امتصيته من الأمعاء، شلون أتعامل وياه وانتج الطاقة؟
راح الجسم يسوي له اوكسيدايز تو 3 كربون كومباوند كولد بايروفيت. الجسم راح يحلله عن طريق آلية هي عنوان محاضرتنا اليوم، يسمونها الجلايكولايسس. وهاي الجلايكولايسس تتكون من 10 خطوات، كل خطوة يتدخل بها انزيم معين لتغيير شكل المركب الى شكل اخر. تمام، شنو اسم المادة اللي حتنتج بالاخير؟ بايروفيت. كم كربونة تحتوي؟ 3. زين، ايش معنى قال ان البايروفيت تحتوي 3 كربونات؟ لان شباب السكر يحتوي على 6 كربونات. راح ننتج بايروفيت يحتوي على 3 كربونات، بس كم بايروفيت راح ننتج؟ راح ننتج 2، لأن الجلوكوز يحتوي على 6 كربونات، فراح ننتج لما نحلله راح ننتج 2 بايروفيت، وكل بايروفيت يحتوي على 3، خلال عملية شو يسمونها؟ الجلايكولايسس. تعالوا لي للمخطط هذا اللي خليت لكم. شوفوا، لما فتتنا الكربوهيدرات إلى سكريات بسيطة اللي هي الجلوكوز وامتصها جسمنا، تمام؟ من امتصها جسمنا دخلت كل هاي التفاعلات اللي يسمونها جلايكولايسس 10 خطوات بوجود انزيماتها المكتوبة بالأحمر إلى أن تصل إلى الشكل اللي قلت لكم عليه اسمه البايروفيت، وهنا حتنتج 2 بايروفيت. كل بايروفيت يحتوي على 3 ذرات كربون 3 كربون، تمام؟ وهذا مطلوب منكم يا شباب تحفظون هذني الخطوات. انا ما احكي نيابة عن استاذكم، بس اللي شفته من كنت انا طالب واللي شفته بالعراق هسه انا درس غير جامعات، هذا المخطط مطلوب حفظ هو انزيماته. حتى لو ما اشوفه بالمحاضرة راح اشوفه بورقة الاسئلة. Oxidized by pentose phosphate pathway يسمونه PPP، يعني pentose phosphate pathway، أو يسمونه phosphoglucanate pathway. يقول يا أما لا، مو شرط نحلل السكر وننتج منه بايروفيت، احتمال ندخله طريق ثاني مثل التحويلة يسمونه بنتوز فوسفيت باثوي. لاحظوا للرسم هنا، شوفوا هاي مادة الجلوكوز 6 فوسفيت، راح اطلع منها خط احمر هنا واكتب قبالة نجمة. مرات اذا عندي طاقة عالية، انا مو هاي عملية الجلايكولايسس، هاي الخطوات العشرة قلت لكم على طولهن، ذن على مود انتج طاقة من السكر. مرات لا، انا عندي طاقة عالية وما احتاجها، يسلك الجسم سلوك ثاني اسمه البنتوس بنتوس فوسفيت باثوي، بحيث لما يحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت ما يخليه يكمل هذا المسار، لا يخليه يسلك هاي التحويله من هنا ويدخل طريق اسمه البنتوس فوسفيت باثوي. هذا مو موضوعنا شنو هو البنتوس فوسفيت باثوي، بس اد اوضح لك هو يطلع من الجلوكوز 6 فوسفيت ويكمل طريقه. فائدته بفائده كلش كبيره، يعني بشكل مبالغ به، بس هو هذا عباره عن محاضره وحده فمو موضوعنا هسه. وجاي تشوفون انتو شنو فائده المخطط لما نخليه يعني يمنا، بحيث من نقرأ السلايد شنو نقرأ نشوف بالمخطط. وأتمنى أن تسوون هالشي، يعني مثلا تخلون المخطط هذا بالموبايل أو بالآيباد يمك وانت تقرأ، وبالملزمة تقرأ شنو تقرأ تشوفه بالمخطط، شنو تقرأ تشوفه بالمخطط. هذا حيسهل لك هواي أمور ويسهل لك الحفظ ويربط لك المعلومات بشكل منسق، لأنه إذا أنت تريد مثلا، انا هسه مثلا بهاي المحاضرة اقصد مو غير محاضرة، انا ارسم لك بس رسوم ما اجيبها مثل هذا المخطط، ولا راح الفكرة تكون منسقة مثل هذا المخطط، ولا لما انت تقرأ بس كلام بالسلايد راح تكون واضحة عندك. فالمخطط جدا مفيد، يعني اتمنى انه لما تقرون هاي المحاضرة عليه. Fate of Pyruvate، مصير البايروفيت. احنا هسه
جبنا الجلوكوز، والجلوكوز هذا حولناه إلى بايروفيت، تمام، وأنتجنا البايروفيت. شنو حيصير؟ بس قبل لا أقول من أنتجنا البايروفيت شنو حيصير، شباب هذا المخطط مثل ما قلت لكم مطلوب حفظ وجدا مهم ويجيب الأسئلة. بس رغم هذا روحوا سألوا الأستاذ مالتكم، شوفوا بما أنه ما مخليه، هو مخليه طبعا بالملزمة، مخليه بالملزمة بس مخليه على غير شكل. بس رغم هذا إذا تحبون، يعني إذا تحبون سأل أستاذكم، بس أنا متأكد جدا مهم ويجي منه، لازم يجي منه، يعني حتى ما أحكي نيابة عن راح يخلي لكم الأسئلة، بس لازم يجي منه. ففيت اوف بايروفيت، مصير البايروفيت، الجلوكوز تحول الى بايروفيت مثل ما هسه خطيت لكم على المخطط. شنو حيصير بهذا البايروفيت؟ اوكسيدايز تو سي او 2 ان سيتريك اسيد سايكل. يعني شنو؟ يعني هذا البايروفيت راح يسلك سلوكين، البايروفيت راح يسلك سلوكين، اما بوجود الاو 2 الهواء او نو او 2 عدم وجود الهواء، يعني عدم وجود الاكسجين اقصد. اذا بوجود الاكسجين راح يدخل شيء يسمونه كريبس سايكل، دورة كريبس، وكلكم تعرفون دورة كريبس على الاقل. اذا ما تعرفونها هي شنو، سامعين باسمها بالاعدادية، وإذا ماكو فيتحول إلى لاكتيك أسيد. وهسه حوضح لكم شنو يعني هذا البايروفيت. مو الشكل النهائي لإنتاج الطاقة من السكر، لازم نشتغل، هو حينتج طاقة بس قليلة، لازم نشتغل عليه أكثر بعد ونسوي له أكسدة أكثر بعد حتى ينتج طاقة، تمام. بالحالة الطبيعية لما الإنسان يكون طبيعي وصاحي وقاعد وكل شيء ما بيه ودا ياخذ نفس وكمية الأكسجين كافية بجسمه، البايروفيت راح يسلك سلوك، راح أكتب عليه رقم واحد إنه يدخل شيء اسمه دورة كريبس، وهذه محاضرة وحدها، مو بصدد إحنا نوضح شنو دورة كريبس. لكن دورة كريبس تطلع بعد طاقة إضافية من السكر من البايروفيت حتى نوصل للطاقة النهائية اللي ينتجها الجلوكوز، لكن بوجود الأكسجين شرطها حتى تشتغل. إذا ماكو أكسجين، مثلا إنسان فقد الدم بكميات كبيرة، تحول الدم فقط للأنسجة هذه، ولو هذا ما أعطيكم إياها خاف يعني ما تفهموني لأنه هاي بالفسيولوجي، يعني مثلا تحت اي ظرف الانسان ما جاي يوصله اكسجين كافي، تمام، الجسم شي يسوي، يريد طاقة، بس هاي الطاقة راح تمدنا بفترة قصيرة جدا، يعني توصل دقائق، ومنها لا الانسان بعد يوقف يحتاج اكسجين. يعني شنو يتضح عندنا؟ شكل الطاقة الاساسي هذا، يعني لازم بوجود الأكسجين يلا نحصل شكل الطاقة الأساسي. أما شكل الطاقة اللي ينتج من اللاكتيك أسيد اللي ما يتطلب وجود الأكسجين، هذا عبارة مثل الآلية اللي تطينا شوية فرصة إن نكون على قيد الحياة أو نقاوم إذا انقطع عنا الأكسجين، بعدها لا، يعني تنتهي هاي الآلية تفشل. ف يسمونه لاكتيك أسيد، البايروفيت تتحول إلى لاكتيك أسيد، هذا المقصود من كلامي. Reduction of lactate via lactic acid fermentation، أيضا قلنا يا أما بوجود الأكسجين يدخل دورة كريبس، أو ماكو أكسجين ما يدخل دورة كريبس يتحول إلى لاكتيك أسيد. شباب الجلوكوز عنده نواقل، هاي النواقل تساعد انه يدخل للخلية، او مثل المعبر الدخلة للخلية. احنا نعرف
لو عندي هسه هاي خلية، شنو فائدة الأنسولين بالنسبة للسكر؟ من يجي الأنسولين؟ كلكم تعرفون الأنسولين هو هرمون يفرزه الكبد، عفوا البنكرياس. لما يجي يرتبط بمستقبلاته، مستقبلاته يسمونهن أنسولين ريسبتر، راح يحفز اكو معابر موجودة للسكر موجودة هنا بالخلية، معابر اللي هن ذني اللي قبالكم. هاي المعابر راح ينفذ منها الجلوكوز السكر، نرمز له بحرف جي، ويدخل للخلية. تمام، عندنا انسولين اتحد بالانسولين ريسبتر، حفز لنا المعابر ذني بالاسود، قام الجلوكوز اللي رمزت له بحرف جي يدخل داخل الخلية. المعابر شنو؟ ذن اللي عليها حلقة بالأسود. خل نجيهن وحدة وحدة. اكو من ذن المعابر يشتغلن يسموهن باي دايركشنال ترانسبورت. شنو باي دايركشن؟ باي يعني ثنائي، يعني شنو؟ ذن المعابر يدخلن الجلوكوز ويساعدن بخروجه. وكلا يوني دايركشن ترانسبورت، يعني تنقل باتجاه واحد، يعني شنو؟ تدخل الترانسبورت، تدخل الجلوكوز للخليه وما تخليه يطلع، ما عندها هاي الخاصيه، ما تقدر تدخل الجلوكوز وتطلعه. انا راح اوضح لكم اياه، بس هل شباب ذن حفظ؟ ما اعرف غير جامعات، انا ما يعني ما شفتهم طالبيها منهم حفظ. بس ها، ما احكي نيابة انا عن الاستاذ مالتكم، يجوز هو يريد يجيبهن، انا ما يعني ما لي علاقة. انتو اسألوا عن طريق الممثل الاستاذ ذن حفظ او لا. مثلا الجي ال يو تي 1 موجودة بالبرين بالدماغ، موجودة بالكدني بالكلى، موجودة بالكولون بالمستقيم، موجودة بالبلاسنتا، البلاسنتا المشيمة اللي تغذى الطفل، الإريثروسايت خلايا الدم الحمر. شنو وظيفتها؟ وظيفتهن ياخذن الجلوكوز. زين، أدي النوع الثاني موجود بالكبد، موجود بالبنكرياس، خاصة وين؟ بالبيتا سيل، وموجودة بالسمول انتستين بالأمعاء الدقيقة، وموجودة بالكدني. شنو وظيفتهن؟ ياخذن السكر وبنفس الوقت يفرزن السكر، لان هن قلنا باي دايركشن، يعني قدرن ياخذن ويفرزن. النوع الثالث موجود بالدماغ والكلية والبلاسنتا، شنو وظيفته؟ تاخذ السكر. النوع الرابع موجود بالقلب وبالعضلات الهيكلية. شباب ركزوا، سكيليتال مسل، العضلات الهيكلية، مو اي عضلات. العضلات الهيكلية وين؟ يعني اللي بالصدر، اللي بالظهر، اللي بالايدين، اللي بالرجلين، هذني. ايضا بالاديبوس تيشو، بالنسيج الدهني. ذني انسولين ستيمولييت جلوكوز ابتيك، يعني ايضا يتحفزن بتحفيز مثل ما وضحت بالرسم، يعني الخلية تاخذ الجلوكوز. النوع الخامس بالسمول انتستين فقط، شنو وظيفتها؟ تاخذ السكر، بس يا سكر الفركتوز. هسه تقولون شنو هذا الفركتوز؟ شوف شباب، هو عبارة عن سمبل شجر، سكر بسيط مثل الجلوكوز، ايضا بسيط، تمتصهن الامعاء اثنيناتهم وتدخلهم للجسم. بس مثل ما متفقين، جسمنا يتعامل مع الجلوكوز، فهذا بطرق كيميائية معينة وبتفاعلات معينة راح يدخل ضمن التفاعلات مع الجلوكوز ويكمل طريقة وينتج طاقة. يعني بين قوسين، إيش ما يكون شكل الموضوع، لازم يرجع للجلوكوز. هاي حتى تفهموها بسرعة، يعني بشكل واضح، لازم كل أنواع السكر والكربوهيدرات ترجع للجلوكوز نفسه، أو تسلك مسار اللي يسلكه الجلوكوز على مود تنتج طاقة. حتى تعرفون ليش احنا نسميها الجلايكولايسس، ليش تحلل السكر، ليش حددنا هذا النوع بالذات؟
أما اليوني دايركشن فعندنا ال SGLT1، طبعا حتى من يجن هنا يجن بالشكل المختصر مالتهن بهالشكل، يعني هذا موجود بالسمول انتستين والكدني. اكتف ابتيك اوف جلوكوز اجينست كونسنتريشن جريدنت، يعني شنو معناها؟ يعني يستقبلن الجلوكوز عن طريقة الاكتف ترانسبورت. الاكتف ترانسبورت يعني بوجود الطاقة، لازم طاقة يلا تدخل الداخل الخلية. شلون يعني طاقة مثلا؟ وليش طاقة؟ هاي عد خلية عد هنا تراكيز عالية من الجلوكوز بالدم، اكيد الجلوكوز بالدم دائما عالي لان الانسان دائما يتناول سكريات من حيث يعلم او لا، وهنا عد قليل سكر. بالفيزياء بصورة طبيعية المفروض يتحرك السكر اللي بداخل الخلية اللي برا، لكن اذا نستخدم طاقة ونعمل عكس الجاذبية against concentration gradient عكس تراكيب الجاذبية، راح نبدي ندخل الجلوكوز من التراكيز العالية الى التراكيز الاقل، بس شنو هذا؟ يتطلب طاقة ATP، هذا المقصود هنا أنا. واتمنى تكون وضحت. انسولين stimulate glucose uptake by adipose tissue and muscle by increase the membrane of glucose transport into the plasma membrane. هذا نفس الكلام اللي حكيناه. يقول لما يجي الانسولين يتصل بالأنسجة، وهنا مطينا مثال الأديبوز تيشو النسيج الدهني والعضلات، هذا راح يحفز النواقل الذني اللي قلت لكم بيهن GLUT4. بس هو ليش حدد 4؟ لأنه ذكر المصل والأديبوز تيشو إنه يدخلن لنا الجلوكوز. لما اجى الإنسولين اتحد بالإنسولين ريسبتر، تمام؟ يعني شباب هذا في الشكل، هذا انسولين وهاي انسولين ريسبتر، من اتحدوا حفزوا لذول النواقل، هاي النواقل دخلت السكر، دخل السكر لجوا. ليش قال GLUT4؟ ليش حدد رقم 4؟ لانه هو اش ذاكر هنا؟ ذاكر اديبوز تيشو ومسلز، ليكون مطي مثال على العضلات والنسيج الدهني. ها هذا شباب هو المخطط اللي هذا قبالكم اللي انا جايبه، لكن الاستاذ مسوي بهذا الشكل ابد، يعني هاي المعلومات نفسها اللي هنا عندكم هو هنا، بس انا اللي جبته مرتب اكثر. وهمين شغله هنا رابط لي عمليتين اللي انا ردتها اوضحها، بس نسيت اقول لكم شغله شباب. هاي المحاضرة تتكون من جزئين، موضوع اسمه الجلايكولايسس تحلل السكر، وموضوع اسمه الجلوكونيوجينيسس تخليق السكر. زين، ذني وحدة عكس الثانية، مو عكس الثانية انه هاي تحلل سكر وهاي تخليق، لا لا، يعني هن الخطوات وحدة عكس الثانية. يعني لنفترض تحلل السكر بهذا الشكل، يعني من السكر وصلنا للبايروبيت. الجلوكونيوجينيسيس عكس الشيء، من البايروفيت نرجع للسكر، يعني هن نفس المواد نبدأ نصعد بهن بالعكس. زين، الجلوكونيوجينيسيس موضوع انا طيف كل الطلاب جميع المحاضرة، يعني باغلب الجامعات اللي ادرسهم انا عبارة عن ملزمة واحد، هي بها كلام يعني هواي وبها شرح كاف ووافي، مثل هسه داني شرحه هنا. هنا الاستاذ مالتكم مطيها 5 سلايدات، وهاي ال5 سلايدات نص رسوم، يعني ماكو كلام. اذا ابقى عليه اني ما راح تجاوبون، حرفيا ما راح تجاوبون، لان اعرف ان الاساتذه ما يلتزمون بملزمتهم، ولا اقدر اضيف لكم لان انتم مرحله اولى. فايش راح اسوي؟ راح احط لكم مخطط مثل هذا وابدا اشرح لكم. اتمنى الكلام اللي اقوله اني شباب تسجلوه وياي، لان هذا لكم. اولا يساعدكم بفهم موضوع جدا مهم، الجلوكونيوجينيسيس هو والجلايكولايسيس جدا مهمات بحياتكم العمليه او بالامتحان. اثنين يساعدكم بفهم الامسكيوات لما تقرون مصادر او لما تشوفوها بورقه الاسئله بالامتحانات. ف
فأتمنى يعني أنه تقرون اللي أقول لكم عليه. هسه نبدي نوضح بين اللي قلته أني وكلام الأستاذ. طبعا هنا هو هذا المخطط دامج العمليتين الجلوكونيوجينيسيس والجلايكولايسيس. أنا ما أقدر أعطيكم إياها اثنيناتهم، ما أفضل مثل هذا الأستاذ، أفضل أنه أقسم المحاضرة نصين، أعطيكم الجلايكولايسيس هسه تقرونها راح توصلكم الظهر إن شاء الله، بالليل أنزل الجلوكونيوجينيسيس بحيث القارئ الجلايكولايسيس يلا يقرأ الجلوكونيوجينيسيس. غلط تقرونهم اثنيناتهم سوا شباب، ما يصير انت تفهم شيء معكوس وانت الشيء الاصلي ما فاهمه. فاول شيء راح ابدا بالجلايكولايسس وتقرونها وتضبطونها يلا تبدون بالجلوكونيوجينيسس. احنا عندنا جلوكوز نحوله الى جلوكوز 6 فوسفيت بواسطه يا انزيم. ادي جلوكوز حولته الى جلوكوز 6 فوسفيت بواسطه يا انزيم هذا الفوق هيكسوكاينيس والجلوكوكاينيس. هسه تقول لي ليش دكتور لعد مو هذا الانزيم اللي اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيس؟ لا، هذا مال عملية الجلوكونيوجينيسيس مو موضوعنا، قلت لكم مو موضوعنا. هنا أنا نجي نشوف بهذا المخطط على مود تنطبع ببالكم اكثر. لاحظوا الجلوكوز هنا تحول الى جلوكوز 6 فوسفيت، وهنا ايضا الجلوكوز اعطانا جلوكوز 6 فوسفيت. هنا بوجود الهكسوكاينيس والجلوكوكاينيس ايضا هنا هكسوكاينيس والجلوكوكاينيس. هسه تقول لي دكتور وين الجلوكوكاينيس هنا؟ شوف شباب، الجلوكوكاينيس نوع من انواع الهكسوكاينيس، بس هسه اوضح لكم ليش هنا فاصله، بس نفس الشيء يعني تمام. ادي بعدها الجلوكوز 6 فوسفاتيس هذا راح يتحول الى فركتوز 6 فوسفيت بوجود يا انزيم، بوجود انزيم اسمه فوسفو جلوكو ايزومريز هذا اللي خليت عليه مربع بالاسود. ايضا هنا الجلوكوز 6 فوسفيت تحول الى فركتوز 6 فوسفيت بوجود هذا الانزيم الفوسفوغلوكو ايزومريز تمام. هسه انا اريدكم تحفظوه هيك هيك، بعدين من نحفظه ونشوف الانزيمات والمواد تتحول اكو بعض الخطوات اريد احكي لكم عنهن، لان جدا مهم هاي الشغلات، وهن ذن الخطوات اللي راح احكي لكم عنهن بعدين، يعني مرشح اغلب الاسئله تجي منهن تمام. هسه نجي الفركتوز 6 فوسفيت راح يتحول الى فركتوز 1 6 باي فوسفيت. يعني شنو؟ يعني سكر الفركتوز اللي يحتوي باي فوسفيت يعني 2 فوسفيت. ليش قال 1 6؟ يعني بالكربون رقم 1 وبالكربون رقم 6 يحتوي فوسفيت هيجي بواسطة يا انزيم، انزيم اسمه الفوسفوفركتوكاينيز هذا اللي عليه هسه مربع بالاسود. ايضا هنا الفركتوز 6 فوسفيت تحول الى فركتوز 1 6 باي فوسفيت بواسطة هذا الانزيم الفوسفوفركتوكاينيز تمام. الفركتوز زين، هسه الفركتوز 1 6 باي فوسفيت راح يتحول الى مادتين ذني، الى اللي هسه عليهن نجمتين راح اخلي، اللي هي الجليسرال الدهايد 3 فوسفيت والدهايدرو دهايدرو اوكسيتون فوسفيت او يسمونها الدي اتش اي بي. ذن اثنين هن، وذن عندهم خاصية شباب انه وحدة تقدر تتحول للثانية. يعني شوفوا هنا أنا بالمخطط هذا، شوفوا الخاصية هاي البناتين، يعني وحدة تقدر تتحول للثانية، يعني هاي تقدر تطي هاي وهاي تقدر تطي هاي تمام. النوب من
طبعا هذا بفضل يا انزيم، انزيم اسمه الالدوليس، هذا راح اخلي عليه مربع بالاخضر، يعني اللي يحول الفركتوز 1,6 فوسفيت الى ذن المادتين عليه النجمة بالاسود هو الالدوليس. تمام زين، النوب نجي للوحدة من ذن المواد اسمها الجليسرول الدهايد 3 فوسفيت اللي عليه هسه مربع بالاخضر اللي هي جوه، تكمل المسار راح للأخير إلى أن توصل لشكل البايروبيت، هي هاي المادة. أما الفائدة إنه ديك المادة شنو فائدتها؟ ديك المادة أيضا من نحتاجها، مو قلنا وحدة تحول للثانية، فهاي تلقائيا راح تتحول لهذا الشكل وتكمل مسارها من نحتاجها. فالجليسرال الدهايد 3 فوسفيت راح تتحول بفعل يا يعني بفعل يا انزيم الى ماده اسمها اسمها 1,3 باي فوسفو جليسريت، يعني هنا مكتوب المفروض 1,3 يعني عباره عن ماده اسمها 1,3 باي فوسفو جليسريت، يعني هاي الجليسريت مادة او يسموها جليسرول بيها 2 فوسفيت، باي فوسفيت 2 فوسفيت بالكربون رقم 1 وبالكربون رقم 3. زين يا انزيم ساعدنا انه يتحول الى هذا الشكل اسمه ترايوز فوسفيت دهايدروجينيز، اسمه ترايوز فوسفيت دهايدروجينيز. زين من ثم هذا ال 1,3 باي فو، طبعا هو هذا ايضا موجود هنا أنا. يتحول الى 1,3 باي فوسفو جليسريت ترايوز فوسفيت دهيدروجينيز. ثم هذا ال 1,3 باي فوسفو جليسريت يتحول الى شنو؟ الى 3 فوسفو جليسريت، هذا وياه ايضا هنا أنا. هذا حيتحول الى 3 فوسفو جليسريت بواسطة يا انزيم اسمه فوسفو جليسرو كاينيز، هذا فوسفوغليسروكاينيز راح يحول لل 1,3 باي فوسفوغليسريت الى 3 فوسفوغليسريت. طبعا هذا المخطط مال الاستاذ مو واضح، هذا المخطط بهواي اوضح لكم واكثر. ال 3 فوسفوغليسريت راح يتحول الى 2 فوسفوغليسريت، يعني انتم ملاحظين شباب اذا 1,3 فوسفوغليسريت يعني وصار بس 3 فوسفوغليسريت، يعني معناها فقد فوسفيت وحدة، لأن هو كان عنده 2 فوسفيت، وحدة بالكربون رقم 1 وحدة بالكربون رقم 3، هسه بقت بس بالكربون رقم 3. زين ال 3 فوسفوغليسريت راح يصير 2 فوسفوغليسريت، يعني شنو؟ راح يتحرك الفوسفيت من الكربون رقم 3 إلى الكربون رقم 2. زين من يساعده إنه يتحرك من الكربون رقم 3 للكربون رقم 2 مثل ما موضح هنا بهذا المخطط؟ اسمه فوسفو جليسرو ميوتيز، ايضا هنا هذا فوسفو جليسرو ميوتيز. زين من اللي يحوله من 2 فوسفو جليسريت الى فوسفو اينول بايروفيت، يعني يتحول من هذا الشكل الى الشكل قبل الاخير فوسفو اينول بايروفيت بوجود انزيم اسمه الالدوليس، ومن ثم من الفوسفو اينول بايروفيت الى الشكل النهائي البايروفيت، وهنا تحول من الفوسفو اينول بايروفيت الى الشكل النهائي البايروفيت بمساعدة يا انزيم، بمساعدة انزيم البايروفيت كاينيس، هنا البايروفيت كاينيس. هاي انتهينا من عملية الجلايكولايسس اللي هي موضوع محاضرتنا، يعني محاضرتنا كلها بهذا المخطط. شلون هذا المخطط مو حفظ؟ لازم حفظ هذا المخطط، هي المحاضرة كلها تحكي عن هذا المخطط. انتو بعد عندكم الخيار، تريد تحفظون هذا مال الاستاذ، تريد تحفظون هذا اللي اعطيتكم اياه، تصورونه وتحفظوه، بس هذا ارتب لكم يعني صراحة. هسه شباب قبل لا نبدأ بشرح هذا السلايد الجديد اكو شغلة لازم نوضحها. يعني
هذا المخطط اكو هن 10 خطوات، تمام؟ هن تقريبا 10 خطوات الجلايكولايسس. اكو خطوات من ضمن ال10 خطوات ينقسمن الى 2، 3 خطوات يسمونهن الريفيرسبل. يعني شنو الريفيرسبل؟ غير معكوس، مثل ما وضحنا من الساعة، يعني يوني دايركشن. وكل ريفيرسبل يعني شنو معكوس؟ يعني باي دايركشن، مثل ما طت هاي المادة تقدر ترجع تطينا هاي المادة. اما الريفيرسبل لا، الها سلوك واحد، طريق واحد، تمام. ذن الريفيرسبل بيا خطوة، حفظوا لي يا شباب، هذا الكلام اللي جاي اقوله هسه عبارة عن MCQ-ات، يعني ما اعرف شلون عدة قدرة واحد يخلي اسئلة على هاي المحاضرة وما يجيب من هاي الكلام، لانه هو هذا عبارة عن الفكرة كلها مال المحاضرة. وهسه تشوفون شنو بالخطوة الاولى وبالخطوة الثالثة وبالخطوة العاشرة. حفظوا وياي، اولى ثالثة عاشرة، ذني الخطوات الريفيرسبل يعني باتجاه واحد غير معكوسة بيا خطوات، و7 لا ريفيرسبل. هاي ياهن ال10 خطوات مال منو؟ مال الجلايكولايسس اللي هسه جاي نشرحها كنا بهذا المخطط اللي بالصفحة الثانية. وين ذن الخطوات الأولى بتحول الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفيت؟ هاي الخطوة الأولى الريفيرسبل. والخطوة الثالثة هي بتحول الفركتوز 6 فوسفيت إلى فركتوز 1 6 باي فوسفيت، أيضا هاي الخطوة الثالثة، أيضا هي الريفيرسبل. وآخر خطوة الريفيرسبل هي بتحول الفوسفوينال بايروفيت إلى بايروفيت، اللي هي الخطوة العاشرة. ذن ثلاثتهن الريفيرسبل، باقي الخطوات ريفيرسبل. يعني مثلا هذا ممكن يرجع الشكل هذا، يعني ما عندنا اشكال، يعني يرجع الشكل هذا من ذات نفسه بنفس الانزيم هذا. لأذن ما ممكن يرجعن الريفيرسبل، لا يرجعن بس بوجود انزيمات ثانية. لذلك قلت لكم يفصل عملية الجلوكونيوجينيسيس عن الجلايكولايسيس. هاي راح تاخذون بالجلوكونيوجينيسيس، راح تاخذون شنو فرق بين الريفيرسبل عن الريفيرسبل. هسه المهم انتو عرفتونا ياهن. نرجع لسلايدنا اللي وصلنا له، بالانس شيت فور فوسفيت باوند ات اي تي بي. دا يحكي عن الفوسفيت اللي بالاي تي بي شكل الطاقة. شوف شباب، الطاقة تنخزن على بجسمنا على شكل شيء يسمونه ATP، يعني أدينوسين تراي فوسفيت. تراي معناها ثلاثة، تراي فوسفيت يعني ثلاثة فوسفيت، فكل ثلاثة فوسفيت مع بعض يشكلن مخزون طاقة بجسمنا. من يفقد طاقة الـ ATP شي يتحول إلى شكل يسمونه ADP، يعني أدينوسين داي فوسفيت. داي يعني ثنائي، يعني الثلاثة فوسفيت تحول إلى 2 فوسفيت، يعني شنو؟ فقد الطاقة اللي هو 1 فوسفيت. هذا الحكي نحتاجه، خلوا ببالكم. فيقول كمية الـ ATP اللي بهاي الجلايكولايسس، دا يحكي عن كمية الـ ATP اللي بالجلايكولايسس. يقول 2 ATP expanded، يعني شلون؟ يعني نحتاج 2 ATP نصرفها كطاقة، وراح و 4 ATP produced، وراح ننتج 4 ATP ننتجها. وضحت شلون؟ يعني هسه اوضح لكم اياها اكثر. هذا المخطط، هذا المخطط، هسه شوي نكبر هذا السلايد. هذا المخطط، خلينا نوخر هاي الرسومات مال الريفرسبل ستيب. خلنا نوضح شنو يعني انتاج طاقة واستهلاك طاقة. وهم اريدكم تحفظوا لي بيا خطوة تم انتاج طاقة وبيا خطوة تم استهلاك طاقة. لاحظوا
بالخطوة اللي هي تحول الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفيت، راح يتم عندنا استهلاك طاقة. الـ ATP حيتحول إلى ADP، وقلنا شنو معناها فقد فوسفيت، يعني تم استهلاك طاقة. هاي بأول مكان. احنا قلنا كم ATP راح نستهلك؟ 2، يعني بعد اكو مكان. وين المكان الثاني؟ المكان الثاني هنا شباب، الفركتوز 1,6 باي فوسفيت لما يتحول، خلينا نخلي هنا باللون مثلا ازرق على مود يكون واضح. الفركتوز 6 فوسفيت لما يتحول الى فركتوز 1,6 باي فوسفيت، هنا ايضا ATP حتتحول الى ADP، ايضا راح يتم استهلاك طاقه. فبذن المكانين احفظوا، بذن التحولين يتم استهلاك طاقه. تمام، هاي هسه ان شاء الله راح تحفظوها. زين، 4 ATP produced. زين، عندنا 4 ATP يتم انتاجهن. وين يتم انتاجهن؟ هذا المخطط هسه قبالي. لاحظوا عندنا بتحول الفوسفوينول بايروفيت الى بايروفيت 2 ADP صارت 2 ATP. ركزوا لي شباب، هنا ADP صار ATP، جاي تلاحظون، يعني تم انتاج طاقة. produce ATP يعني 2 ADP انتجت لي 2 ATP، هسه صار عندي 2 ATP بعد الاثنين، لان انا عندي شقد 4 انتج. ايضا عندي هنا بتحول ال 1,3 باي فوسفوجلسريت الى 3 فوسفوجلسريت. لاحظوا هنا شنو موجود، 2 ADP تصير 2 ATP، ايضا صار عندي 2 ATP، مجموعها نسجد 4 ATP، وبالفعل احنا انتجنا 4 ATP. تمام، ايضا شنو عندنا؟ بالتالي النت برودكشن مال الفوسفيت مال الاي تي بي زقد 2. هسه تقول ليش 2 ATP؟ مو انتجنا 4؟ صحيح انتجنا 4، بس صرفنا 2، فصار المجموع الناتج النهائي اللي يسمونه نت ATP، سوري يسمونه نت ATP، يعني الصافي اش قد استهلكش واش قد انتجت. انا استهلكت 2 وانتجت 4، بقالي بس 2 ATP. هسه هنا أنا دا يوضح لي بمعادلة، يقول لي الجلوكوز بكل تحللة تم، يعني شلون ما نقول عندنا استهلاك 2 NAD. الNAD يعني شباب مثل الكوإنزايم ماخذيها بمحاضرة الإنزايم، عبارة عن مواد تساعد بتسريع التفاعلات. فبالجلوكوز بتحلله بالجلايكولايسس بتحلل الجلوكوز على طول التوتال باثوي، على طول المسار هذا اللي هنا تشوفونه، يتم استهلاك جزيئة جلوكوز واحدة و2 NAD و2 ADP و2 فوسفيت، يعني 2 فوسفيت يقصد 2 ATP. هذا اللي يتم استهلاكه 2 ATP او 2 فوسفيت، 2 NADP و2 NAD وواحد جلوكوز. زين شنو اللي يطلع عندنا كناتج؟ 2 بايروفيت، 2 NADH و2 ATP، لانه يقصد الصافي. احنا صح انتجنا 4 ATP، بس الصافي اللي بقى عندنا
هو 2 ATP لكون طرحنا 2 منهن، وهذا حفظ لنا جدا مهمات. هسه دا نحكي عن الجزء الثاني بهذا السلايد. An aerobic organism pyruvate produced in glycolysis is oxidized to CO2 via Krebs cycle. مثل ما وضحنا بالرسم قبل شوية، البايروفيت إلى مسارين، يا أما يدخل دورة كريبس، البايروفيت اللي ناتج بروديوس باي جلايكولايسس اللي يجي من الجلايكولايسس إلى مسارين، يا أما يدخل دورة كريبس بوجود الأكسجين، أو لا يدخل اللاكتيت فيرمنتيشن، يعني يتحول إلى لاكتيت إذا ماكو أكسجين. ايضا عندنا ال NADH، هاي اللي نتجت من ويا البايروفيت. طبعا عندنا ايضا شكل من اشكال الطاقة، ال NADH شكل من اشكال الطاقة مثل ال ATP، بس هي شكل ثاني من اشكال الطاقة. NADH produced in glycolysis and the Krebs cycle is reoxidized by respiratory chain with the production of much additional ATP. ذن ال NADH شباب شكل من أشكال الطاقة ويشتغلن بعمليات الميتابوليزم، سواء بالجلايكولايسس هاي اللي هسه ندرسها، أو بدورة كريبس لما يتحول البايروفيت إلى يدخل دورة كريبس. ينتجن لي طاقة بوجود الأكسجين، ويساعدن أيضا بإتمام التفاعلات، يعني يشتغلن ككو انزايم هيجي. وانتو تعرفون شنو الكو انزايم من اخذنا محاضرة الانزيمات بالفصل الاول، قلت لكم الانزايم اكو شي يحفزه يخليه يشتغل اسمه كو انزايم، مثل الفيتامينات والمعادن. هنا هذا بفكرة لطيفة، هذا السلايد. skeletal muscle ferment glucose to lactate during exercise when the exertion is brief and intense. يعني شنو معناها؟ لم السكيلتال مسل، عضلات الهيكليه، لما واحد مثلا يروح للجيم يسوي تمارين رياضيه، فيبدي داخل العضله، هسه هاي راح ارسم هاي شنو عضله، بداخل العضله يبدي الجسم يحول الجلوكوز لان هو مصدر الطاقه. شوفوا شباب حفظوها هاي قاعدة، خلوها يمكم. الهيكل العضلي، هسه عوفوا الجسم، الجسم احنا نعرفه هذا يتغذى على السكر بكل اجزاء، لكن الهيكل العضلي، الكتل العضلية، السكيلتال مسلز، بحالة الراحة لما يكون الانسان مرتاح، اكثر مصدر طاقة الها مو السكر، الفاتي اسيد، الاحماض الدهنية. لكن من يسوي الإنسان تمارين رياضية شاقة، لا يصير مصدر الغذاء الأساسي لهاي العضلات هو الجلوكوز، هاي انتهينا منها. فهسه الإنسان نقول دا يسوي اكسرسايز تمارين، راح العضلة تحول الجلوكوز إلى شيء اسمه لاكتيت. ليش؟ لأن أثناء التمارين والجهد القوي راح يبدأ عندنا يقل الأكسجين، فيصير عندنا مو سالفة انه مثل ما الانسان بالريست مرتاح ويدخل دورة كريبس وهتي شغلة، لا لا، مباشرة تريد طاقة فيتحول الى لاكتيت. تمام، راح يبدي اللاكتيت يتراكم داخل العضلة، العضلة ما تقدر تتعامل وياه، راح تحوله وتنقله عن طريق الدم. وين توديه؟ توديه للكبد، هذا العضو هو الكبد. تمام، ودته للكبد، ايش حيصير هناك؟ راح يسلك طريقين، اما يكون الانسان محتاج طاقة ومحتاج يحرق سكر، فراح يرجع يحول اللاكتيت الى بايروفيت. احنا مو قلنا البايروفيت يعطينا لاكتيت، هنا ايضا اللاكتيت بالكبد تحول الى بايروفيت، على مود الجسم اذا محتاج طاقة يدخل
بدورة كريبس وينتج لنا اي تي بي. هسه انت تقولون زين دكتور مساعة قلت انت لازم يتحول الى لاكتيت لان اسرع باعطاء الطاقة، صح؟ هنا أنا حتى لو يدخل دورة كريبس، بس هو احنا لين ننسى من كان لاكتيت اعطانا طاقة، يعني زودنا بالطاقة، مو مثل ما جاي من تحلل السكر والنوب يدخل دورة كريبس، لا من كان لاكتيت اعطانا طاقة وهسه حنستثمر منه طاقة اكثر. او لا يكون الجسم مثلا نقول توقف عن الرياضة، الواحد راح يدخل يتحول الى بايروفيت، ممكن هاي البايروفيت ترجع تكوننا عن طريق عملية الجلوكونيوجينيسيس. هسه مو هاي هنا بايروفيت، عن طريق الجلوكونيوجينيسيس ترجع تكوننا سكر اذا واحد مستوى السكر منخفض بدمه ومحتاج سكر على مود يطي، يعني عشان ما نقول طاقة ويرفع مستوى السكر الطبيعي بدمه، فيرجع يتحول بايروفيت عن طريق الجلوكونيوجينيسيس اللي حناخذها بالجزء الثاني الى طاقة. هذا المقصود هنا بهذا الكلام. نجي نقرأ skeletal muscle ferment الجلوكوز to lactate، يعني تحول الجلوكوز لمن اللاكتيت خلال الرياضة. زين بفعل يا انزيم اسمه لاكتيت دهايدروجينيس، هذا وياه لاكتيت ريليس تو بلاد. هذا اللاكتيت راح وين يروح؟ للدم، ويروح الأنسجة أخرى بعد التمارين الرياضية. هذا اللاكتيت ايش حيتحول؟ يرجع يتحول الى بايروفيت، ومن ثم الى طريقين اذا صار بايروفيت. اما يدخل دورة كريبس ويعطينا طاقة مثل ما قلت لكم بهذا المخطط، قلت لكم بايروفيت بوجود الاكسجين وبحالة الريست. هنا هو ايش قال؟ افتر اكسرسايز، يعني شنو؟ بحالة الريست بعد التمارين الرياضية بوجود الاكسجين البايروفيت يدخل دورة كريبس. او لا ممكن انه يتحول الى جلوكوز مرة ثانية عن طريق عملية الجلوكونيوجينيسيس، مثل هاي الاخضر اللي هسه انا خنخليه باللون الاصفر حتى يصير اوضح، مثل هاي هسه يتحول الى جلوكوز لمود بعملية الجلوكونيوجينيسيس حتى يرفع مستوى السكر بالدم حسب حاسة الجسم. لاكتيت سيرف اس فيول، وهذا اللاكتيت ليش استخدم الجسم مباشرة حول البايروفيت الى لاكتيت؟ لانه يستخدم كوقود، وضروري هذا الوقود المن للكاردياك مصل as well brain neurons، يعني الاعصاب مال الدماغ والعضلات مال القلب جدا يحتاجن اللاكتيت. الاستروسايت which is surrounded and protect neurons in the brain، هذا عندنا هسه الدماغ مال الانسان برين، حول الاعصاب مالته اكو ماده يسموها استروسايت، هاوياها تمام. هاي الاستروسايت شنو فائدتها؟ من يجيها اللاكتيت اثناء التمارين الرياضي، مو قلنا هو عبارة عن وقود لعضلة القلب وللاعصاب الدماغ، من يجي اللاكتيت اثناء التمارين الدماغية اثناء التمارين العفو الرياضية، هذا اللاكتيت حيتحول بفعل مادة الاستروسايت المن الى، بالاضافة طبعا للجلوكوز اللي يوصل حيتحول الى lactate and release it، وهذا اللاكتيت راح تاخذ الاعصاب المن تحوله الى بايروفيت، ترجع تحوله الى بايروفيت اعصاب الدماغ، تاخذ اللاكتيت وترجع تحوله الى بايروفيت، وهذا البايروفيت راح يدخل دورة كريبس. يعني مثل الكلام اللي قلناه، احنا مو قلنا هسه العضلات بالتمارين تحول الجلوكوز الى لاكتيت
وهذا يفيد عضلات القلب وعضلات والأعصاب مال الدماغ. أعصاب الدماغ عندها مادة اسمها الاستروسايت، هذه تحول الجلوكوز اللي تم تحويله إلى لاكتيت لمن يوصلهم ترجع على شكل بايروفيت، وهذا البايروفيت طبعا راح يدخل دورة كريبس ويغذي الخلايا العصبية اللي بالدماغ. ذني 3 انزيمات، بما نتذكرنا بالثلاث خطوات اللي قلت لكم ذني الريفيرسبل، وقلت لكم ذني مهمات وتحفظون وين مكانهن وشرحناهن ليش. لان بالخطوة الاولى كان منو عندنا دور الهكسوكاينيس، وبالخطوة الثالثة الفوسفوفركتوكاينيس، وبالخطوة العاشرة البايروفيت كاينيس. ذني الريفيرسبل وشنو اسمهن الثاني؟ ليش مهمات؟ ليش ركزت عليه هنا؟ اسمهن regulated او يسمونهن الكنترول انزيم، الانزيمات اللي تسيطر على عملية او تنظم عملية الجلايكولايسس. خاف يجي سؤال منو من ذن الانزيمات ويعطيك خيارات تسيطر على عملية الجلايكولايسس، اي واحد من ذن الثلاثة شوفه هو اختاره. Hexokinase and glucokinase has different properties. الهكسوكينيز والجلوكوكينيز ذني هن، يعني الجلوكوكينيز هو نوع من انواع الهكسوكينيز بس له صفات تختلف، different properties. 4 different isoenzymes of hexokinase، يعني isoenzymes هي مجموعة من الانزيمات اللي تؤدي نفس الوظيفة. ف عندنا الهكسوكينيز 1 و2 و3 و4 ذني express in tissue specific manner manner in the body، يعني كل من لها خصوصة وسلوكية معينة بالجسم، يعني بمكانات معينة بالجسم. The hexokinase isoenzyme found in the most tissue 1, 2, 3، يعني الهكسوكينيز اللي بأغلب الأنسجة هو الأول والثاني والثالث، أما الرابع هو اللي يسمونه شنو؟ الهكسوكينيز الرابع اللي يسمونه جلوكوكينيز. تمام، خل نرجع هسه لهاي. have low K، هذا منو يقصد الهكسوكينيز؟ شنو فرقه عن الجلوكوكينيز؟ شوفوا have low K for glucose، عوف الرقم هذا يعني بس اذا تريد حفظه هيك. شنو low K؟ low K معناها التركيز مال السبستريت. انا موضح لكم السبستريت بمحاضرة الانزيم، يعني كمية المادة اللي نريد ندخلها بالتفاعل اللي يكون هذا الانزيم يسرع تفاعلها، يعني بين قوسين هنا كمية الجلوكوز. يقول حتى لو كمية الجلوكوز قليلة هذا ما يمنع انه الهكسوكينيز راح يتنشط ويشتغل شغل قوي ويرتبط بالجلوكوز ويشتغل عليه ويحوله الى جلوكوز 6 فوسفيت. يعني بين قوسين الافينيتي التجاذب بين الهكسوكينيز الاول والثاني والثالث والجلوكوز جدا عالية. حتى لو كمية الجلوكوز قليلة لوكي، يعني الكونسنتريشن التركيز مال الجلوكوز قليل، الهكسوكينيز راح يشتغل بقوة. هذا المقصود هنا relative to its concentration in the blood 5 mm and are strongly inhibited by producing glucose 6 phosphate. لكن عكس هذا، اذا كان احنا نعرف انه الهكسوكينيز انزيم اكو امور تزيد تفاعله واكو امور تقلل يعني تزيد نشاط الانزيم واكو امور تقلله، الهكسوكينيز زيادة الشكل مال الجلوكوز 6 فوسفيت بالدم يقلل نشاط الهكسوكينيز، inhibit it يعني توقفه. ليش؟ لان هو الهكسوكينيز يحول لي، لان هو الهكسوكينيز اذا تشوفون هنا هو الهكسوكينيز، خلينا نخليه هنا باللون الوردي، يحول لي الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت. اما اذا عدي بالدم مستويات عالية من الجلوكوز 6 فوسفيت بعد ماكو حاجة انا اشغل هذا الهكسوكينيز، لذلك راح يتثبط يتوقف.
Liver parenchyma cells and cells of pancreas are unique in the containing hexokinase isoenzyme 4. يقول الجلوكوكينيز اللي هو هكسوكينيز رقم 4 وين موجود؟ موجود بالخلايا الكبد وموجود بالبنكرياس. تمام؟ اللي به الجلوكوكينيز رقم 4 اللي هو او العفو الجلوكوكينيز اللي هو هكسوكينيز رقم 4 which has strictly different kinetic properties. يقول الصفات النشاط مال الجلوكوكينيز والصفات الحركية تختلف عن الهكسوكينيز. شوفوا الهكسوكينيز قد نشاطه عالي وشوفوا الجلوكوكينيز قد نشاطه أقل من الهكسوكينيز. هنا هكسوكينيز جلوكوكينيز. هنا دا يشرحني عن الجلوكوكينيز. شوف شباب هنا هاي بالاخضر عليها علامة زائد يعني يزيد تحفيز، هنا عليها علامة ناقص يعني يقلل تحفيز. فالجي كي الجلوكوكينيز فعندنا الجلوكوز هاي جي ال سي يعني جلوكوز يحفز الجلوكوكينيز يحفزه، اما الفركتوز 6 فوسفات والفركتوز 1 فوسفات ذني يثبطا الجلوكوز الجلوكوكينيز يعني يوقفا عمله. الفركتوز 1 فوسفات والفركتوز 6 فوسفات يوقفا عمله الجلوكوكينيز، اما بالنسبه للجلوكوز فيزيد الجلوكوكينيز. هسه وصلنا محاضره الجلوكونيوجينيس الشباب، هذا الجزء الثاني لانه هنا ما حاكي شيء الدكتور، احتاج انه اضيف لكم بعض الامور وهم نشرح السلايد اللي اكو صور كاتب الدكتور على السبوره هم اشرح لكم اياها. بالتوفيق ان شاء الله، واي شيء تحتاجوه تقدرون تتواصلون معي.